دكتور جمال، في نقطة، مسألة أشباح كاترين أشتون. يعني تتذكر بعد 30 يونيو كانت هناك مواقف فجة لكاترين أشتون في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي البعض يقول هل، وهذا سؤال مشروع وطرح كثيرا في الحالة المصرية، هل زيارات الرئيس تستطيع أن تقلل من ضغوط كاشتون تحديدا، أو بقايا التأثير الكاشتون على الاتحاد الأوروبي في إطار توتير العلاقة مع مصر تحديدا؟ يمكن شفنا مثلا مع زي معهد كارنيجي مثلا اللي عامل كم من الدراسات في الفترة الأخيرة وبنشرها في أوروبا، ويقول على الاتحاد الأوروبي أن يمارس ضغط على مصر، وهناك من يستجيب وهناك من يقوى. فإلى أي حد زيارات أو جولة الرئيس السيسي يمكن أن تقلل من الأثر الكشتوني إذا جاز أن نسميه كده؟ هي الزيارة في حد ذاتها قد لا تقلل هذا الأثر، لكن الزيارة بيسبقها أيضا خطوات على أرض الواقع بيحققها الرئيس عبد الفتاح السيسي في داخل، سواء فيما يتعلق بإعادة التوازن في معظم مظاهر الحياة السياسية والاجتماعية، وأيضا لاستقرار النسبي الأمني برغم هذه العمليات التي يتفهمها أيضا العالم الغربي. لكن في النهاية بقدر ما يستطيع أن يفرض واقع في المجتمع المصري داخل مصر وداخل أيضا، ويمتد بتأثيراته إلى المحيط الإقليمي العربي، بقدر ما سيفرض أيضا واقعا للتعامل معه ومع دول الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة نفسها. أظن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح كثيرا. ها هو الآن برغم أنه كان يعني يتلقى، حينما نعود إلى فكرة تركيا، حديث تركيا وحديث عبد الفتاح وحديث مصر، تركيا في النهاية بتتحرك بشكل تكتيكي، مصر بتتحرك بشكل استراتيجي. مصر خطواتها الآن بتجعل تركيا ينحصر تواجدها السياسي أو نفوذها في حوض نهر الأناضول، بعدما كانت تظن أنها بالفعل سوف يصبح لها عمق استراتيجي عربي إقليمي عربي، وأيضا سوف تتحدث إلى العالم الغربي على أنها قائدة هذا النظام الإقليمي في الشرق الأوسط. فبالتالي أنا أظن أن خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي هي خطوات استراتيجية، خطوات أردوغان هي خطوات تكتيكية، وبالتالي لم تؤتي ثمارها. فبالتالي مصر تتحرك بشكل استراتيجي، يعني قد يكون الهدف الأساسي وطبعا إن كان المعنى، لكن نتائجه قد تؤدي إلى حصار النفوذ التركي أو التواجد السياسي التركي أو التضييق عليه بشكل أو بآخر، يجعلها أيضا ترجع إلى قبرص، إلى مكانها الذي ظلت فيه منذ انهيار الدولة العثمانية حتى يومنا هذا. يعني قبرص، اليونان، إيطاليا، عندك ليبيا نعم، وبالتالي أنت، وهي فرنسا هي موجودة نعم، وبالتالي أنت بتتحدث على ما يعني خمس دول ممكن أن تشكل نصف دائرة لإغلاق، وما تبقى أيضا من المنظومة الإقليمية العربية، دول الخليج العربي كلها متواجدة، تدرك تماما هذا الدور التخريبي اللي بتقوم به تركيا. فأظن بالفعل أن الآن يعني تقصد أن هذا تحرك استراتيجي مش تكتيكي، لا يعني بس عاوز أقف عند النقطة دي. نعم، تكتيكي نعم، هو قصير الأمد، قصير الأمد، مجرد واستراتيجي ده طويل الأمد، أنت بتلعب وبترسم على فترة طويلة جدا.